ثم مساء واهلا وسهلا بكم وجلسه جديده من جلسات شهر رمضان المبارك التي تقيمها مؤسسه المدى متمثله ببيتها في شارع المتنبي وبالتعاون مع معهد غوته الالماني الذي عودنا على اهتمامه بالتراث العراقي والتراث الموسيقي على وجه الخصوص. الحقيقة أن الغناء البغدادي والأغنية البغدادية زاخرة بشتى أنواع وأغراض الغناء، واخترنا لهذه الجلسة عنوانا ربما يكون عنوانا رقيقا وهو عيدنا بغدادي، وكأنما نستقبل العيد السعيد الذي سيكون بعد أيام لهذه الجلسة البغدادية الغنائية التي سيحييها لنا المطرب القدير الأستاذ مجدي يوسف. وكما هو معروف الأغنية البغدادية الآن كما ترون في كل مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات هناك عودة إلى هذه الأغنية، لأنه كما عرفنا في السنوات السابقة أن هناك فوضى في الغناء العراقي وفوضى بكل أركان الغناء من الأداء إلى الكلمات إلى الألحان، ولكن في الفترة الأخيرة يعني قضية يعني يمكن ملاحظتها بسهولة أن هناك عودة للغناء التراثي العراقي أذان صاغية لدى الشباب العراقي، وهذه يعني علامة صحيحة لهذا الغناء ومستقبل الغناء العراقي. دائما الدكتور عبد الله المشهداني يعني يقدم لنا أوضاعا كثيرة لحل كثير من المشاكل خصوصا ما يتعلق بالبحث الموسيقي، وها هو اليوم بيننا ولنستمع لشهادته هذا الموضوع. فأهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الحضور، سعدتم مساء وأهلا ومرحبا بكم في هذه الجلسة الرمضانية التي يقيمها بيت المدى حول أغنية العيد البغدادية. الأغنية عموما كلاما لحنا وأداء في الغالب تربط مشاعرنا النفسية بمناسبة محددة دون غيرها، من حيث نشعر أو لا نشعر. فمنذ حوالي 5 أو 6 قرون الآن، بعيدا عن البغدادية يعني، فمثال عام
منذ 5-6 عقود من الزمن ارتبطت أغنية أم كلثوم القلب يعشق كل جميل بشهر رمضان المبارك، لأنها كانت تتكرر في يوم وليل رمضان عشرات المرات، بحيث أصبحنا عندما نسمع هذه الأغنية نتذكر رمضان أو يكون قد حل فينا. الأغنية الثانية أغنية يا ليلة العيد، المرتبطة أيضا بهذا الشعور النفسي بليلة العيد، التي ارتبطت منذ عام 1946 عندما استخدمت العائلة المالكة السيدة أم كلثوم لإحياء حفل عيد ميلاد الملك فيصل الثاني رحمه الله. وتزامن هذا العيد عيد الميلاد مع عيد الفطر المبارك، يعني بالضبط مثل هذه الأيام اللي بنعيشها. فأحيت أم كلثوم الحفلة وغنت يا ليلة العيد وذكرت اسم الملك فيصل الثاني في الأغنية، يعيش فيصل ويتهنى ونحليله ليالي العيد. ومنذ ذلك التاريخ بدأت إذاعة بغداد تبث هذه الأغنية في ليلة العيد، وعندما فتح التلفزيون عام 56 استمر ببثها عبر التلفزيون. فالإحساس بالعيد هو شعور نفسي بالفرحة والزهو والابتهاج، الابتهاج المجتمعي، وكل شريحة من شرائح المجتمع تبتهج حسب الأسباب الموجبة لذلك الابتهاج. يعني على سبيل المثال الطفل يبتهج لأسباب العيدية والمراجيح والملابس الجديدة وما شابه ذلك، والعشاق والمحبين يزهون بحبهم في فرحة الجميع بالعيد، والمتخاصمون يستغلون فرصة العيد للتسامح وتبادل التهاني، والداعون إلى صلة الرحم تكثر في العيد وما إلى ذلك. لكن الشيء الغالب أن الأغنية هي خير من يعبر عن تلك الفرحة لتحقيق تلك الأسباب، وهذه الأغاني تقسم حسب هذه الأسباب لتلك الشرائح الاجتماعية في تحقيق مآربها. فمثلا في مسألة رؤية الهلال وليلة العيد هناك أغنية للمطربة هناء، الليلة عيد أقيم الفرح والزينة، كانت تكرر عدة مرات وهي من نغم السيقة، أغنية نجحت في هذه المناسبة. كذلك أغنية فاضل عواد هل العيد من نغم البيات، وأغنية مهند محسن يهل العيد عدنا من تجونا. أما في صباح العيد فهناك أجمل ترنيمة مقدسة يحبها الجميع صغارا وكبارا ويرددوها، وهي ترنيمة التكبيرات المصاحبة لتلاوة صلاة العيد، تلاوة المصحف، وما أحلاها من تكبيرات بأنغام الشهارقة والخلوة والماهوري. أيضا من أغاني فترة صباح العيد أغنية ياس خضر صبحية العيد من نغم البيات، وأغنية عفيف اسكندر جاني الحلو لابس حلو صبحية العيد، وهذه من نغم الرست بلحن رائع جدا. أما الأغاني المعبرة عن تبادل التهاني والتبريكات في العيد فأيضا أغنية عفيف اسكندر عيدكم مبارك حبيبي أيامك سعيدة، وأغنية أنوار عبد الوهاب
عيدك مبارك حبيبي. أيضا أغنية سعدون جابر عيدك مبارك يا جمار القلب. أما عن أغاني المحبين فلا ينسى أبدا مقام الشهارقة بصوت المرحوم ناظم الغزالي بالشعر الذي مطلعه أي شيء في العيد أهدي إليك. من المربعات الخاصة بهذه التهاني أيضا شدس بالعيد قلبي إلك عيدية. وطبعا هذه غنوها مطربون كثر لأن المربعات عبارة عن تراث فولكلوري شعبي ويغنيه مختلف مطربو المربعات. أيضا من المربعات الخاصة بالأطفال أذكر مثالا جاءنا العيد وابني يريد عيدية. والحقيقة من هذه النماذج الكثير الكثير من أغاني العيد، إلا أنه الملاحظة التي يجب أن أذكرها أن هذه الأغاني إلى الآن اللي تذكر هي كلها أكثرها قديمة، بسبب أن المؤسسات الرسمية كانت تطلب من المطربين تهيئة أغاني لهذه المناسبات ويقوم بالاتصال بالكاتب والملحن لإظهار هذه الأغنية ويستحق عليها أجرا مجزيا. أما الآن فعلى المطرب مثل الأستاذ مجدي وغيره لازم يروح هو يتفق مع الكاتب ويدفع له والملحن والموزع وما إلى ذلك والكورس، ومن ثم هذه الأغنية ما تعيش إلا أياما معدودات في هذه المناسبة، فلا يمكن لأي مطرب أن يسير بهذا الاتجاه لأنه غير مجزي. أكتفي بهذا القدر وأشكر لكم حسن إصغائكم والسلام عليكم. الشكر الجزيل للأستاذ الدكتور عبد الله المشداني على هذه الإمامة بالأغنية أغنية العيد. يعني تحدث عن أغنية أم كلثوم الشهيرة عن ليلة العيد نسينا، والحقيقة نتذكر ويمكن تتذكرون النكتة السائرة بين الناس عندما يسأل شخص يقول له باشر عيد ولا قال له والله خلينا نسمع أم كلثوم، سمعنا أم كلثوم يعني باشر عيد، كانت نكتة سائرة بين الناس. مجد حسين الفنان القدير وفرقة أوروك مع أبو رشا والأستاذ حامد والأستاذ فائق، خلنا نسمع منهم شيء كمقدمة لهذه الجلسة. تفضل الأستاذ مجد. قلت لها انت الي غيرك ابد ما اريد.
شوية صوت شوية صوت يطيل شوية صوت قالت لي حبك عيتك يا ليل قالت لي حبك عيتك ولقيت حب جديد قلت لها خلص فلح بين علينا العين بين علينا العين قالت لي حبك عيت ولقيت حب جديد جاني الحلو جاني جاني الحلو جاني جاني الحلو لابس حلو صبحية العين شايل ورد طالع ورد والحن بالإيد جاني الحلو لابس حلو صبحية العين لابس ورد طالع ورد والحن بالإيد صبحية العين صبحية العيد جاني الحلو جاني جاني الورد جاني جاني الحلو فرحان ومورد خدوده يشبه نبا ريحان يتمايل بعوده جاني الحلو فرحان ومورد خدوده طلع نبا ريحان يتمايل بعوده قال لي حبيبي هوايا مشتاق قلت له حرقتني بنار الاشواق قال لي حبيبي هوايا مشتاق وقلت له حرقتني بنار الاشواق والعين تربيع الدروب تتكحل تريد صبحية العيد جاني الحلو جاني جاني الورد جاني قلت له هلا وميت هلا ويا مرحبا بيك يا ضو عيوني وسلوتي بقلب خليك قلت له هلا وميت هلا يا مرحبا بيك يا ضو عيوني وسلوتي بقلب خليك جيتك حبيبي ردت الروح غنت الدنيا وطابت جروح جيتك حبيبي ردت الروح طابت حبيبي كل الجروح والعين تربيع الدروب تتكحل تريد صبحية العيد جاني الحلو جاني جاني الورد جاني جاني الحلو لابس حلو صبحية العيد شايل ورد طالع ورد والحن بالإيد جاني الحلو
الحلو صبحية العيد لابس ورد طالع ورد والحنة بالإيد صبحية العيد صبحية العيد. بعد أن استمعنا لهذه الأغنية من أغنيات العيد وقبل أن يستأنف الأستاذ نيجي تقديم هذه الأنغام البديعة معنا مؤرشف الأغنية العراقية حاليا يعني إذا كان التعبير صحيح وهو الأستاذ فلاح الخياط ليقدم لنا شيء عن الأغنية البغدادية في العيد. نعم أستاذ فلاح. السلام عليكم. اليوم نحكيكم على أغاني العيد في الأغنية البغدادية فقط. طبعا نشكر مؤسسة المدى لاستذكار أغاني العيد بهذه المناسبة. إن للعيد هو مناسبة اجتماعية جماعية لتبادل التهاني واستحضار الفرح الإنساني وبث روح التسامح الإنساني والتوحد بين أفراد المجتمع. وكلنا نعرف أن للعيد طقوس تراثية ترتبط بالموسيقى والغناء والأشعار والرقصات والألعاب مثل لعبة الساس كان يلعبوها بالأيام بالأعياد. أن ابتعاد المطربين عن أغنية العيد له أسباب كثيرة منها الحروب والحصار والاحتلال وغير ذلك. مع ذلك تظهر عدد من الأغاني هنا وهناك ولكن ليست بالمستوى المطلوب سامر. ولم تختص أغاني العيد على الأغنية البغدادية فقط بل شملت الأغنية الريفية والمقام العراقي وأغاني المربعات والمواليد والفرح وأغاني البادية مثل غنى جبار عقار للعيد أيامنا كلها عياد وغنى رضا علي ثلاث أغاني للعيد عيدية كل مصباح وأحباب لمن الفرح غناها بعرس مع الفتاحة وهدى يم تانكي الكاظمية هاي موجودة عندي طبعا وأغنية ثالثة على نغمات العيد بين كل الموجودات عندي يعني من السؤال هذا. أما حمدان الساحر فقد غنى هليت يا عيد هليت وغنى ناظم الغزالي أي شيء أهدي إليك كلمات إيليا أبو ماضي وغنت نرجس شوقي مطربة وافدة هنا بقت في العراق تقريبا 25 سنة فقدمت أغنية جي تقدم أجمل هدية يوم العيد وغنى عبد الصاحب شراد أسعد أيامك حبيبي كلمات محمد الصالحي وغنى حضيرة أبو عزيز أغنية العيد وهي من كلماته وألحانه كما غنى قاسم محمد قاسم الأسمر جان العيد كلمات عدنان السوداني وغنى محمود عبد الحميد صباح الخير يا عيد طبعا بس المعلومة موجودة بس الأغنية ما موجودة أما بينيجا كل الأغاني موجودة هاي الأغنية مفقودة وغنت هنا مجدي الليلة عيد كلمات وألحان خزعل المهدي وغنى إبراهيم اللامي لما تحباب يا عيد وغنى فرج وهاب بالعيد ما عليها حساب يا بوسة العيد وغنى فاضل رشيد جان العيد وابن يريد عيدية وغنت عفيفة اسكندر حبيبي عيدك مبارك وشكرا. شكرا للأستاذ فلاح الخياط على هذه الإلمامة بتاريخ الأغنية البغدادية بالعيد. والآن نعود إلى مجدي وما يقدمه لنا.
أي شيء في العيد أهدي إليك يا ملاكي أي شيء في العيد أهدي إليك يا ملاكي وكل شيء لديك أسوارا أم دملجا من نظار لا أحب القيود فيما صميك أم عقيقا كمهجتي يتلظى والعقيق الثمين في شفتيك أم خمورا وليس في الأرض خمرا أم خمورا وليس في الأرض خمرا كالذي تسكو به من عينيك أم ورودا والورد أأجمله عند الذي قد نشقت من خديك أم عقيقا كمهجتي والعقيق الثمين في شفتيك أحبك وأحب كل من يحبك أحبك وأحب كل من يحبك وأحب الورد يوري عبنا بلون خدك أحب الورد يوري عبنا بلون خدك أحبك والبدر من أجلك لوكي ملويت مثلك أنا أهوى البدر من أجلك ولوكي ملويت مثلك أخ لا تظن قلبي ملك لا تظن قلبي ملك بس لا تخالف وعدك أحبك وأحب كل من يحبك أحبك وأحب كل من يحبك وأحب الورد جوري عبنا بلون خدك أحبك والليالي القمرة وهو الورد بحمرة أنا أهوى الليالي القمرة وهو الورد بحمرة أخوياك أجمل سهرة وياك أجمل سهرة
بس لا تخالف وعدك أحبك أخ أحبك وأحب كل من يحبك أحبك وأحب كل من يحبك وأحب الورد جوري عبنا بلون خدك أحب الورد جوري عبنا بلون خدك أحبك وكل لحظة مر عليك بل كان أشوفك كل لحظة مر عليك بل كان أشوفك ولو شجى ويدي بليط لظن أعوفك لك لو شجى ويدي بليط لظن أعوفك منك يا الأسمر قلبي تفطر ومنك يا الأسمر بابا قلبي تفطر تسلي برواح الناس لو ما انت مرمر وتسلي راح الناس لوم وانت مرمر دقوم سترتك زين جام دوب علم دقوم سترتك زين جام دوب علم بالسوق لك عدوان مو راح اشتم او بالسوق لك عدوان مو راح اشتم او منك يا الاسمر قلبي تفطر منك يا الاسمر بابا قلبي تفطر تسلي برواح الناس لو ما انت مرمر وتسلي برواح Thank you.
تمر من بابنا وتدور وجهك ليش حبيبي تمر من بابنا وتدور وجهك ليش إيش علاقة بابنا وإيش طلع بينا من يومك كتبنا الدار باسمك اي والله من يومك كتبنا الدار باسمك وعلى لون على لون التحب صابغي حبيبي الباب مني يشوف رسمك حبيبي الباب مني يشوف رسمك يصفق لك هلا بطلاقتين وهذا من ودق الباب يجيني جون الأحباب هذا من ودق الباب يجيني جون الأحباب سيرة وعلينا المفارقين سيرة وعلينا المفارقين وخل تفرح اليوم روح الحزينة روح الحزينة هاليوم نسهر منا الليلة نسهر منا اليوم نسهر منا هالليلة كل لحظة السهر واجب ويا الحبايب السهر واجيب ويا الحبايب نفرح سوا ونسامر ننسى المصايب ننسى المصايب او هذا من ودق الباب يمكن يجون الاحباب هذا من ودق الباب يمكن يجون الاحباب سيره وعلينا المفارقين سيرة علينا عين المفارقين خل تفرح اليوم روح الحزينة روح الحزينة تدريش قد أحبك أحبك تدريش قد أحبك أحبك عدد دقات قلبك أحبك عدد دقات قلبك أحبك عزيز وعندي معزول من حبك فلا دول عزيز وعندي معزول من حبك فلا دول تدريش قد أحبك Thank you.
احبك تدريش قد احبك احبك تدريش قد احبك احبك تدريش قد احبك احبك بعد الدقات قلبك احبك بعد الدقات قلبك احبك عزيز وعندي معزوز من حبك فلا جوز عزيز وعندي معزوز من حبك فلا جوز وتدريش قد أحبك أحبك يا ما زاد واني ويلبس مكغا ليالي الفرح جني ولو يسعدني حبك تدريش قد احبك احبك تدريش قد احبك احبك تدريش قد احبك احبك بعد الدقات قلبك احبك بعد الدقات قلبك احبك عزيز وعندي معزوز من حبك فلا جوز عزيز وعندي معزوز من حبك فلا جوز تدريش قد أحبك أحبك سلم سلم بعيونك الحلوة سلم سلم بعيونك الحلوة وتدري سلام العين قلبي اللي يحب سلوى تدري سلام العين قلبي اللي يحب سلوى سلم سلم ما سلم طويل أبغداد لا أهو
معك مدينة يا ليل. أبغداد أبغداد ولا أهوى سواك مدينة، ولا أرضى لأم العراق العراق مدينة. بغداد لا أهوى سواك مدينة، ولا أرضى لأم العراق العراق بديل. العيون سود كبار كل السحر بيها، قلبي شعلت بنار عينك تطفيها. العيون سود كبار كل السحر بيها، قلبي شعلت بنار عينك تطفيها. أهواك يا عيوني يلبيك لاموني، أهواك يا عيوني يلبيك لاموني. غيرك فلا أهوى غيرك فلا أهوى. قولوا لابو عيون الوزيه لديار الغرب لو راح اطيها، قولوا لابو عيون الوزيه لديار الغرب لو راح اطيها. اتبع وين ما يروح وقربه سلوه للروح، اتبع وين ما يروح وقربه سلوه للروح. قولوا لابو عيون الوزيه ديار الغرب لو راح اطيها. ليصدق احب محبوب غيره، مصير اللي كتب ويا مصيره. ليصدق احب محبوب غيره، مصير اللي انكتب ويا مصير. وسيع العين خلاني بحيره، وسيع العين وسيع العين وسيع العين وسيع العين خلاني بحيره. اتبع وين ما يروح وقربه سلوى للروح، اتبع وين ما يروح وقربه سلوى للروح. قولوا لابو عيون الوزير لديار الغرب راح اطيها. امنيا ابدي لك واسولف قصتي، وليش اسولف وانت ادرى بحالتي. وامنيا ابدي لك واسولف قصتي، وليش اسولف وانت تدري بحالتي. انت اسباب الاذيه وانت ادرى الناس بيه، انت اسباب الاذيه وانت ادرى الناس بيه. حظي جابك حتى تسلب راحتي. امنيا ابدي لك واسولف قصتي، قصتي حسرة وألم بين الضلوع، وكل حرف منها كتبت بالدموع. قصتي حسرة وألم بين الضلوع، وكل حرف منها كتبت بالدموع. عذبتني وجاي تطمع بالرجوع، عذبتني وجاي تطمع بالرجوع. منين ابدي لك واسولف قصتي، منين ابدي لك واسولف.
قصتي. وقائلة ما بال دمعك أسود، وقائلة ما بال دمعك أسود، وعهدي بجيل الإحمرار يميل. فقلت لها دمعي ودمي قد انقضى، فقلت لها دمعي ودمي قد انقضى، فقلت لها دمعي ودمي قد انقضى، وهذا سواد المقلتين يسيل. ينسال ينسال علي سيف الهجر بجفاك، ينسال ينسال جفاني ولا علي بعد يا بي يا بني سوني ولا علي بعد ينسال ينسال قضى دمعي وسواد العين العين
دمعي وسواد العين ينسال ينسال انا بهالحاله ولا حنوا حنوا علي صبرتني كلمه حلوه من مشيت وعلى حر بقيت مو قلت الاسبوع غريب واني ببعادك غريب مو قلت الاسبوع انا غريب واني ببعادك غريب على الفرقة شهر مر وما اجيت حلت بعيونك الغربة لوني
الأغنية البغدادية. يلا البياتي الاستاذ علاء ابو احمد تحيه لجميع الاستاذ العزيز هم شفت مره الورد والباي زعلانين هم شفت مره الورد والماي زعلانين وهم شفت مره القمر ما يضول الماشي وهم شفت مرة القمر ما يضوي للماشي وهم شفت مرة العشق ما يجمع محبين ولو ذني صار صدق وتفرقوا الطيبين ترى ذاك الوقت نختلف آني وعزيز العين أربع حروف بغصن عمر التبت حروف اسم محبوب تلديها همت أربع حروف بغصن عمر التبت حروف اسم محبوب تلديها ورسمت قلبي وقلبها قلبي وقلبها ذكرى حبي ويا حبها ويا حبها ورسمت قلبي وقلبها قلبي وقلبها ذكرى حبي ويا حبها ويا حبها وردة وبحبها وعطرها تلوى غصن عمري اكتبت وحروف اسم محبوبتي محبوبتي اللي بيها همت كمنتي اللي بيها همت وحروف اسم محبوبتي محبوبتي اللي بيها همت محبوبتي اللي بيها همت
ومسك الختام نشكر الأستاذ مجدي حسين الفنان القدير والمطرب الشامل بكل معنى هذه الكلمة. وشكرا لحضوركم وإلى جلسة مقبلة وإلى اللقاء.